الطبخة اللي هتنزل في اليوتيوب اسمها رز باللحم والحمص. بسم الله الرحيم، صلاة على النبي محمد. اليوم عندنا رز بالحمص واللحم زي ما تحبوا، اللي يحب دجاج واللي يحب لحم. تعالوا نوريكم الطريقة. هذه هي البهارات حقت الرز بالحمص. ايوه، هذا شيبة، هذا قرفة، مسمار، حيل، قرنفل، هذا كمون، كمون، وتلفوها حبة سودة، هذا فلفل اسود. ايوه جوته، وتلفوها يعني كميات يعني براحتكم، بسيطة. شوفوا صغيرة، تلفوها كده، تربطوها كويس وترموها في القدر حق اللحمة. يفور عشان يصير شوية طري نص استواء، بعدين نحطه في قدر اللحمة بعد ما يصير نص استواء. آخر شيء الرز. هنا سلقنا اللحمة، حطينا مستكة وخيل واللحم وبصل وثوم، حبة ثوم حبة بصل، ثلاث حبات هيل، والبهارات هذه دحين حوريكم هنا. احنا نعملها في زي البوكشة، دحين حوريكم هنا. ترموها مع اللحمة، شوفوا احنا رميناها هنا بس ما هي ما ادري ما هي باينة مع الدخان. هذه البوكشة، هذه هي البوكشة، دحين حوريكم جوا. دحين حطينا الرز لوحده وحطينا فوق الحمص، دحين نحط موية المرقة حقت الحمص. كالمعتاد طبعا اعلى من الرز بصباع ونص. ارمي ده؟ هنا ارمي. نحط كده بالزينة بس يعني بصلتين، بصل بسيط. طب خلاص.